بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: فصل في الحوض والميزان والصراط. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. وفي رواية: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق. رواه البخاري ومسلم. حوض النبي عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة، والعرصات هي الأرض المنبسطة المتسعة التي يحشر الناس عليها، والناس يحشرون في حر شمس دانية قدر ميل، في كرب عظيم، حفاة عراة غرلا، فيشعرون بالعطش الشديد، فيرغبون في الشرب. ولكل نبي حوضا كما سيأتي، وحوض النبي عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر الذي في الجنة، ولذا من شرب منه لم يظمأ أبدا، لأن نعيم أهل الجنة لا يزول، وطعامها وشرابها لا يزول. فحوضه صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر، طوله وعرضه سواء، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. زواياه سواء يعني مربع، أبيض من الورق يعني من الفضة، وهذا معناه أنه أبيض من اللبن أيضا. حديث فيه ضعف لكن شاهد ما قبله، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي من كذا إلى كذا، سيأتي بيانها، فيه من الآنية عدد النجوم، أطيب ريحا من المسك، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأبيض من اللبن، من شرب منه شربة لم يظمأ أبدا، ومن لم يشرب منه لم يروى أبدا. نعوذ بالله. رواه البزار والطبراني ورواته ثقات إلا المسعودي. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، فقال يزيد بن الأخنس: والله ما أولئك في أمتك إلا كالذباب الأصهب في الذباب، يعني شيء يسير في الأمة. أظن الأصهب يعني الأصفر، ناقة صهباء أظنها صفراء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صهب الثالث والرابع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد وعدني 70,000، مع كل 1,000 70,000، وزادني 3 حفيات.
الصهبة شقرة في شعر الرأس، أشقر أو صفرة قريبة للحمرة، لون حمرة في شعر الرأس واللحية إذا كان في الظاهر حمرة وفي الباطن سوداء. بعير أصهب وصهبي ونقة صهباء، هي كذلك يعني يعلو الشعر حمرة وأصوله سود. وهذا هو الذي يعلو لونه صهبة هي كالشفرة. قال الخطبي: المعروف أن الصهبة مختصة بالشعر، حمرة يعلوها سواد. أصهب من الإبل الذي ليس بشديد البياض. من الأصفر ده هو يعني كمان. قال: قد وعدني 70,000 مع كل 1000 70,000، وزادني 3 حثيات. الحثية ملء اليدين، حثيات من حثيات الرب عز وجل، وثلاث حثيات من حثيات ربي مباركة. فهذه تشمل خلقا كثيرا، هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب، نسأل الله العافية منهم. قال: فما سعة حوضك يا نبي الله؟ قال: كما بين عدن إلى عمان، وأوسع وأوسع، يشير بيده. قال: فيه مثعبان من ذهب وفضة. المثعب اللي هو زي الميزاب المزراب، ميزاب. قال: فماء حوضك يا نبي الله؟ قال: أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب رائحة من المسك. من شرب منه شربة لم يظمأ أبدا ولم يسود وجهه. رواه أحمد، ورواته محتج بهم في الصحيح، وابن حبان في صحيحه. ولفظه قال عن أبي أمامة أن يزيد بن الأخنس رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما سعة حوضك؟ قال: ما بين عدن إلى عمان، وإن فيه مثعبين من ذهب وفضة. قال: فماء حوضك يا نبي الله؟ قال: أشد بياضا من اللبن، وأحلى مذاقة من العسل، وأطيب رائحة من المسك. من شرب منه لم يظمأ أبدا ولم يسود وجهه أبدا. المثعب هو مسيل الماء. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لبعقر حوضي. عقر الحوض يعني مؤخره، أذود الناس لأهل اليمن، يعني يذود الناس الأغراب لأجل أهل اليمن. والظاهر يعني أنهم ربهم الأنصار أو أهل اليمن، أهل اليمن الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان يمان والحكمة يمانية، لأن الأنصار أصلهم من اليمن. قال: أذود الناس بأهل اليمن، أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم. يرفض يعني يسيل ويترشرش، يضرب بعصاي الناس الآخرين ويصيب الحوض الماء فيترشرش على أهل اليمن. فسئل عن عرضه فقال: من مقامي إلى عمان. ومن عدن إلى عمان أطول، الذي يظهر الله أعلى وأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك التكثير، حيث قال: وأزيد وأزيد، أو أوسع وأوسع، فهو على سبيل التمثيل لا التحديد. قال: وسئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، يصب يعني يجريان فيه جريا له صوت، وقيل يدفقان فيه الماء دفقا متتابعا. من قولك: غطى الشارب الماء جرعا بعد جرعا، يعني صب. يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، يعني من فضة. رواه مسلم. روى الترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه. عن أبي سلام الحبشي قال: بعث إلي عمر بن عبد العزيز فحملت على البريد، البريد الذي يعني يصل سريعا لأنه يوصل الرسالة. فلما دخلت إليه قلت: يا أمير المؤمنين، لقد شق علي مركب البريد،
ان البريد المقصود سرعة الوصول وليس راحة الوسيلة. فقال: يا أبا سلام، ما أردت أن أشق عليك، ولكن بلغني عنك حديث تحدثه عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوض، فأحببت أن تشافهني به. فقلت: حدثني ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مثل ما بين عدن إلى عمان، إلى عمان البلقاء. يؤكدوها حتى ما تشتبه بعمان، عمان البلقاء اللي هي عمان الأردن، الأرض الأردن وما حولها تسمى عند العرب البلقاء. حوضي مثل ما بين عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد. الشعث رؤوسا يعني البعيد العهد بدهن الرأس وغسل وتسريح شعره، لأنهم يعني من فقرهم ليس عندهم ما يدهنون به، ليس عندهم يعني مساكن يعني واسعة يحصل فيها يعني التنعم، وكذلك هم الذين يحملون سيوفهم دائما على رقابهم في سبيل الله عز وجل. قال: الشعث رؤوس الدنس ثيابا، يعني ثيابه متسخة، ليس لأجل يعني عدم النظافة، ولكن لقلة الثياب، ليس كان لم يكن لبعضهم إلا ثوب واحد فقط فيظل يلبسه، وإذا غسله انتظر حتى يجف مكشوف، يعني ليس عنده ما يغير فيه ثيابه. وقصة يعني الرجل الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن ظاهرة لذلك، ليس عنده إلا إزار لا رداء له، وقال له: التمس شيئا ولو خاتما من حديد، فقال: ما أجد شيئا. مرة ثانية عاد فقال: يا رسول الله، هذا إزاري فلها نصفه، يعني فقال: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. يعني ما قال سهل: والله ما له رداء. كانت يعني ثيابهم قليلة جدا، 12 صحابيا زاروا سعد بن عبادة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عمر أو راوي الحديث: ليس عليهم قلانس ولا عمائم ولا نعال ولا خفاف ولا أرضية ولا قمص إلا الأزر، 12 رجلا ليس عندهم إلا الأزر، ولذلك تتسخ ثيابه. الذين لا ينكحون المنعمات، لأن المنعمات لا يحتملن هذه الحياة الشاقة، ولا تفتح لهم أبواب السدد، يعني ليس لهم جاه عند الأمراء والملوك حتى يفتحوا الحواجز لهم إذا مروا. فقال عمر: قد أنكحت المنعمات، زوجت المنعمات، فاطمة بنت عبد الملك، فاطمة بنت عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين، هي شقيقة كل أو أخت كل هؤلاء الأمراء المؤمنين من بني أمية الذين تولوا ملوكا تبعا بعد أبيهم. قال: وفتحت لي أبواب السدد، لا جرم، لا أغسل رأسي حتى يشعث، ولا ثوبي الذي يلي جسدي حتى يتسخ. حقا سأفعل ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حوضي كما بين عدن وعمان، أبرد من الثلج وأحلى من العسل،
أطيب ريحا من المسك، أكوابه مثل نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. أول الناس عليه ورودا صعاليك المهاجرين. قال قائل: من هم يا رسول الله؟ الصعاليك هم الفقراء. قال: الشعثة رؤوسهم، الشاحبة وجوههم، وجوههم شاحبة، تغير الوجه بسبب الجوع أو الهزال أو التعب. الدنسة ثيابهم، لا تفتح لهم السدد ولا ينكحون المنعمات. الذين يعطون كل الذي عليهم، ولا يأخذون كل الذي لهم. رواه أحمد بإسناد حسن. قال: لا تفتح لهم السدد الأبواب. الذين يعطون كل الذي عليهم من الواجبات الشرعية والجهاد، وإذا كان يعني يؤمرون فيطيعون، وفي نفس الوقت لا يأخذون كل الذي لهم، لا يأخذون حقهم، لأن الناس يستأثرون بالدنيا عنهم. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي كما بين عدن وعمان، فيه أكاويب، جمع كوب، عدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، وإن من يرده علي من أمتي الشعثة رؤوسهم، الدنسة ثيابهم، لا ينكحون المنعمات ولا يحضرون السدد، يعني أبواب السلطان. رواه الطبراني وإسناده حسن في المتابعة. الكوب الذي لا عروة له ولا خرطوم، فإذا كان له خرطوم فهو إبريق. أحاديث الحوض متواترة. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين جنبتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة، وفيه ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وفي رواية: أو أكثر من عدد نجوم السماء. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت الكوثر فضربت بيدي فإذا هي مسكة ذفرة، مسك أذفر، مسكة ذفرة يعني من أطيب أنواع الطيب، وإذا حصباؤها اللؤلؤ، حصباء هذه حصباء المياه الحصب بتاعها من اللؤلؤ، وإذا حافتاه أظنه قال قباب تجري على الأرض جريا ليس بمشقوق. يعني نهر الكوثر ليس في أخدود، ليس بمشقوق في الأرض، ولكن يجري سائحا على السماء، حافتاه قباب اللؤلؤ، والماء منكف بذاته، منكف بذاته يعني ماشي لوحده كده. احنا في الدنيا نتيجة الجاذبية وغيرها المية لازم تمشي في أخدود، في أرض محفورة مشقوقة في الأرض، لكن نهر الكوثر في الجنة الماء منكف بأمر الله عز وجل، منكف يعني لا يسير في أخدود. وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه، الحديث رواه البزار وإسناد حسن في المتابعات. عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: قام أعرابي فقال: ما حوضك الذي تحدث عنه؟ فقال: هو ما بين صنعاء إلى بصرى، بصرى من الشام أيضا، ثم يمدني الله فيه بكراع لا يدري بشر ممن خلق أي طرفيه. الكراع هو الأنف الممدد من الحرة، استعير هنا يعني زي إيه، تفريعة، تفريعة من الحوض.
لا يدري بشر ممن خلق أي طرفيه، يعني طويل جدا غير مشاهد. فكبر عمر رضوان الله عليه، أو هو الأنف المودة من الحر اللي هو الذي يصب فيه الماء، يعني مش إنه تفريعة، اللي هو ممكن يكون الذي يصب فيها زي رافد. قال: فكبر عمر رضوان الله عليه، فقال: أما الحوض فيزدحم عليه فقراء المهاجرين الذين يقتلون في سبيل الله ويموتون في سبيل الله، وأرجو أن يردني الله الكراع فأشرب منه. رواه ابن حبان في صحيحه من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: أرجو أن يردني الله الكراع. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء. أيلة على ساحل البحر الأبيض في أرض فلسطين، مسيرة شهر، عرضه كطوله، فيه مرزابان اللي هو الميزان، ينبعثان من الجنة من ورق وذهب، أبيض من اللبن وأبرد من الثلج، فيه أباريق عدد نجوم السماء. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه. قال الشيخ بني حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس، أبيض مثل اللبن، آنيته كعدد النجوم، وإني لأكثر الأنبياء أتبعا يوم القيامة. هذا من معجزات النبوة، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم، صحيح بشواهده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا قائم على الحوض إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم، زمرة يعني جماعة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. فقلت: ما شأنهم؟ فقال: إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة أخرى، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم: هلم. قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا يخلص منهم إلا مثل همل النعم. رواه البخاري ومسلم. همل النعم ضوال النعم، ضوال البهائم، هي قليلة كضالة النعم بالنسبة إلى جملتها، التي تكون يعني متخلفة عنها فهي بالنسبة إلى القطيع قليلة. هؤلاء الذين عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، قد ورد في الحديث الآخر ما يبين كيف يعرفهم، يعرفهم من آثار الوضوء، فهم من أمته، لا يلزم أن يكونوا من أصحابه، وإن كان هناك ممن صحبه النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو على الإسلام، إلا أنهم ارتدوا بعد الإسلام، وهؤلاء ليس الصحابة رضي الله عنهم، لأن التعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم مات على ذلك. وأما هؤلاء المرتدين ومانعي الزكاة فهم ما بين أو أهل البدع بعده عليه الصلاة والسلام، لأنه كما ذكرنا الحديث يشمل كل من عرفهم صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، لا يلزم أن يكونوا في جيل الصحابة فقط، يؤخذ بهم إلى النار لأنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى، يعني رجعوا، الذي يرجع على بظهره يسمى رجع القهقرى، وهذا بسبب الإحداث والبدع، فهم أهل البدع. وهذا الحديث استدل به على عدم تكفير أهل البدع بالعموم،
وإن ردوا عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال في آخره: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. إذن سيخلص بعض أهل البدع، أن عامة أهل البدع الاعتقادية كالخوارج والرافضة وغيرهم من أهل البدع هم ممن عام أكثرهم يكون من المنافقين، أو يحرم التوحيد عند الموت فيموت على الكفر والشرك والعياذ بالله. فهؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم. وأما من كان ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعده، فهؤلاء الذين قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم، فالذين كانوا مرتدين على أعقابهم داخلون في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري، وهذا دليل على ضعف ما ورد من أنه تعرض عليه أعمال أمته عليه الصلاة والسلام في قبره، فإنه لا يدري ماذا صنعوا، ويظن أنهم من أمته، ويظهر أنهم من المنافقين ومن أهل البدع أكثر، لأنه يعرفهم كما ذكرنا بآثار الوضوء. ومن كان من المرتدين عرفهم لأنه كان يعرفهم في الدنيا، جاءوا وبايعوه وأسلموا ثم ارتدوا، والعياذ بالله من ذلك. لكن هذا الحديث يدل على أن من أهل البدع من ينجو بعد أن يحرم ويرد عن الحوض ويؤخذ بهم إلى النار وينالون العقوبة، ثم بعد ذلك ينجون. قلة تنجو. البدع من أعظم الأمور خطرا على الإنسان، أن يحرم التوحيد وأن يكون من أهل النار على يد الله. لذلك سلامة الاعتقاد بمعرفة عقيدة أهل السنة والجماعة وأداء الفرائض، لأنه كما ذكرنا قد يحمل هذا على مانع الزكاة، فإن هؤلاء قد ينجو منهم أيضا البعض، لأن مذهب جماهير أهل السنة والجماعة أن مانع الزكاة ليسوا بكفار مرتدين، وإنما سميت الحروب حروب الردة لأنهم دخلوا في غمار أهل الردة، الأكثر كان مرتدا. لكن الجمهور من أهل السنة على أن مانع الزكاة الذين قاتلوه الصحابة وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم ليسوا خارجين من الملة، بل هم من الطائفة الممتنعة من الشريعة التي تستحق العقوبة في الدنيا والآخرة، ولا يلزم أن يكفروا. ومن كان منهم كافرا في الباطن فهو مخلد في النار، هو المرتد فعلا، المرتد ردة كفر مخرجا من الملة. وهذا الحديث يدل على أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، لا يلزم أنهم أن 72 فرقة مخلدين في النار، بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يوجد أحد من الأئمة الأربعة ولا غير الأربعة من يكفر 72 فرقة كفرا يخرجها من الملة ويخلدها في النار، وإنما يكفر بعضهم ببعض المقالات، يعني واحد قال قولا قول كفر، لكن لا يلزم أن يكونوا كلهم خارجين من الملة. ولذلك تجد العلماء إذا اختلفوا في فرقة هل هي ضمن 72 فرقة أم خارجها، قالوا الخارج منها يبقى ليس من فرق الأمة، كالعلويين مثلا والدروز ليسوا من 72 فرقة، هؤلاء خارج فرق الأمة بالكلية ليسوا منها. هذا يدل على أن 72 فرقة ضمن فرق الأمة، ضمن الأمة، ما زال مع كثير منهم أو مع بعضهم، لا زال مع بعضهم كلمة التوحيد التي ينجون بها، ولكنهم يستحقون العقوبة ويعاقبون ويذهب بهم إلى النار، ثم ينجو منهم القلة، نسأل الله العافية. أعظم سبيل للنفاق هو البدعة. ولمسلم قال: ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي الله تعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. غر نور أو بياض في جبهة الفرس، فالمقصود في جبهة الإنسان.
والتحجيل البياض في الأرجل والأيدي، ولا يصد ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدثوا بعدك. في الرواية الأخرى التي توضح ذلك أنهم الذين ارتدوا، وليس فيها أي حدة للرافضة الذين يقولون أن الصحابة رضي الله عنهم قد ارتدوا أو أنهم خانوا وبدلوا وحدثوا، بل الصحابة هم الذين قاتلوا المرتدين رضي الله تعالى عنهم. لكن هؤلاء طوائف ممن قال الله فيهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا لكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ومنهم من ارتد ككثير من العرب ممن كان قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يثبت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، إنما الذين ثبتوا المهاجرون والأنصار وقريش والبحرين، هذه البلاد ثبتت ولم ترتد. وكان بلا شك هناك من لم يرتد في القبائل المختلفة، لكن عامة القبائل التي كانت يعني دخلت في الإسلام متأخرة من الأعراب حصل منهم هذه الردة. عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني أصحابه إني على الحوض أنظر من يرد علي منكم، يرد يعني يأتي، وكذا يذود يعني يبعد، قال فوالله لا يقتطع عن دوني رجال فلا أقولن أي ربي من أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. رواه مسلم. وهذا الحديث دليل على أن الحوض قبل الصراط، لأن من نجا من الصراط نجا من النار، فلو كان الحوض بعد الصراط كما رجح ذلك ابن القيم أو قال قبله وبعده لكان لا يمكن أن يذاد أقوام عنه، كيف يبعد أناس عنه إلى النار وقد نجوا من النار. لذلك نقول الصحيح أن الحوض قبل الصراط. فيه خطر الإحداث والبدع. كلمة لا تدري ما أحدثه صريح في عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال أمته، لكن يطلع عليه الصلاة والسلام وتبلغه الصلاة والسلام. وعنها رضي الله عنها قالت ذكرت النار فبكيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قلت ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه، في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم حتى يلوز. من الرواية رواه أبو داود بن الحسن عن عائشة ضعيفة، والحاكم إلا أنه قال عند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم حافته كلاليب كثيرة وحسك كثيرة يحبس الله بها من يشاء من خلقه حتى يعلم أيندو أم لا. قال الحاكم صحيح على شرطهما لولا إرسال بين الحسن وعائشة، ده سبب الضعف، ومراسيل الحسن قبيحة ضعيفة. قولوا قولي هذا واستغفر الله.